هكذا فاجأ واستقبل الجزائريون الصحفي البنيني والمكلف بالإعلام في شان بقسنطينة فيليكس هوندي بيبيريبي في عيد ميلاده بقسنطينة. الصحفي بحسن نيته تقاسم مع الحاضرين الفرحة، ولم يحضر في باله أنه بعد أيام سيعقب بعقوبة قاسية. الإعلام الرياضي كان ضحية تصريحاته التي سندت الجزائر في استضافة كأس أمم إفريقيا 2025. عصابة لقجع مستعدة لتجاوز كل الخطوط الحمراء من أجل الفوز بتنظيم كأس إفريقيا 2025، حيث باشرت حملتها القذرة مع نهاية دور المجموعات من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. وكان أول الضحايا الصحفي البنيني، وهو ما كشفه هذا الأخير في تصريحات إعلامية ردا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي اتهمه بالتحرش الجنسي استنادا إلى شكوى رفعتها ضده موظفة مغربية على مستوى الكاف تعمل في لجنة التحكيم بالفيديو في بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين بمدينة قسنطينة. المكلف بالإعلام في شان وصف عقوبة الإيقاف بخمس سنوات لا يمكن تقبلها، وتعبر عن الفساد الكبير الذي يسود داخل هيئة الكروية الإفريقية واللوب المغربي الذي يسيطر عليها خاصة، وأن الكاف لم تجري أي تحقيقات وسارعت إلى إصدار حكمها، وهذا ما يؤكد أن الحكم غير بريء منها. وقدم البنيني فيليكس بيبيريبي أدلة أخرى تبرز وقوف الكاف مع كل ما هو مغربي، حيث قال: المغاربة قطعوا الشان والكاف لم تقدر على معاقبتهم حتى الآن، هل هذا طبيعي؟ هل تجدون ذلك عادياً؟ يبدو أنني تحدثت بطريقة سيئة، هنالك خلافات بين الجزائريين والمغاربة، وأنا أيدت الجزائريين، هذه هي الحقيقة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.